اختفت زي ما قلت لحضرتك بالظبط. الحفلة خلصت على حوالي الساعة 12 بعد نص الليل، وبعد كده هما طلعوا أوضهم. يعني كانت دخلته؟ دخلة إيه وهباب إيه؟ دي بقى لها أكتر من سنة مرمية عنده في البيت، أكيد هي اللي قتلتها. اهدي يا مدام لو سمحتي. أستاذ عبد الحميد. فندم. أنت سبت الحفلة مع الضيوف ومشيت، مش كده؟ مظبوط يا فندم. المرحوم إمبارح كانت حالته إيه؟ يعني كان متوتر، متضايق، جاله مكالمة تليفون أزعجته؟ خالص يا فندم، بالعكس تماماً. دي كانت ليلة لطيفة جداً، وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز. بس هو في حاجة لازم حضرتك تعرفها، مراد بيه امبارح الصبح اتنازل عن شركته ال داليا هانا. يا مصيبتي يا مصيبتي السودة، الحقيقة بايا فردوس، أكيد هي اللي قتلته بعد ما اتجوزها عشان تاخد كل حاجة. مش معقول، مش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقوليه ده. انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك، انت كنت عارف كل حاجة بينهم، امال هي هربت ليه؟ سابت الفيلا ليه؟ حضرتك انا لما طلعت لهم امبارح عشان اقول لهم ان مدام ليلى تحت، هي ساعتها كانت لابسة بوردوس، انا مش عارفة هي غيرت هدومها امتى ولا طلعت حتى من انهي حتة. انا خلصت من حدين. ايه الاخبار يا دكتور؟ ما اعتقدش ان في شبهة جنائية، ازمة قلبية حادة، ده اللي واضح من خلال الكشف المبدئي والمعاينة للجثة، والتقرير المفصل هيبقى بعد التشريح. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. حبيبي يا مستر مراد. بسرعه شويه يا ابني. يا حبيبي يا مراد، يا حبيبي يا مراد، قتلتك المجرمه يا مراد، قتلتك المجرمه. شفتي يا مختار؟ قتلته، قتلته. يا حبيبي يا ابويا. بسرعه يا ابني انت وهو. بس الموضوع ده فيه إنه؟ أيوه طبعاً يا مرة، معقول مستر مراد يموت في نفس اليوم اللي بتنزل لها عن الشركة وكمان يتجوزها؟ أنا مش مصدقة. مفيش حل تاني غير كده. مستر مختار، بقى لله يا فندم. نعم. شد حيلك يا مختار. شكراً. أستاذ عبد الحميد عايزك دقيقة بعد إذنك. خلص كده. شد حيلك يا مختار. الله يرحمك يا مربي. الله يرحمك. مختار انا نويت اوقف نشاط الشركه. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ المرحوم اتنازل عن الشركه بيع وشراء داليا. وهو مات وهي اختفت. ما هو انا كنت جاي علشان اسالك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف ايه؟ هي دلوقتي الشركه خلاص بقت بشكل رسمي بتاع داليا. طبعا. والعقود اتسجلت امبارح. بس المشكله ان ليلى اخت مراد اتهمتها بقتله. ومحدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موته طبيعيه يبقى الشركه لسه بتاعت داليا. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه، لانه قانوني 100%. بالفعل داليا دلوقتي هي الصاحبة الرسمية للشركة. أقول لك حاجة كمان، أنت عارف إن داليا من حقها إنها تورث في باقي ثروة مراد؟ لأنها أرملته. تصور، بين يوم وليلة، بين يوم وليلة الست دي بقت مالتي مليونيرة. شاكر جدا يا أستاذ عبد الحميد.
خايف تعيط دلوقتي قدام صورته. انا عمري ما هسامحك حاجة هاني انك سبته يعمل كده فيه وفيني. حميني بقى عمتي من فضلك سيبيني في حالي. يعني انا كنت منعته اني اعرف البني ادم الحقيره دي، ما كانتش ضحكت عليه وكتب لها الشرك وقتلته وهربت. احنا ولاد الجرح يحصل فينا كده. كلامك متناقض جدا. تقتله ليه؟ جوزته كتب لها الشركة. ليه تقتله؟ ليه؟ أيوة يا سامح. لا مفيش جديد. معرفش، هنستنى بقى نتيجة التشريح. لا البنت ما زغرتش. معرفش يا سامح معرفش. أنت هتيجي إمتى؟ طيب طيب يا سامح ماشي، مع السلامة. أخوك جاي إمتى؟ لسه هيشوف أول تيكت هيلحقها هيجي فيها. هو الوحيد اللي يقدر يخلصنا من البلوة دي. هيعمل إيه يعني؟ هيعمل أي حاجة حافظ بيها على فلوسكو اللي المجرمة دي قتلت مرات عشان تاخدها. قال يعمل إيه؟ قال اللي حصل ده مفيش حد يصدقه. مراد عمل تنازل عشان ترشيحه للوزارة سوريا. يعني أنا لما عبد الحميد قال لي إن التنازل اتعمل والشركة خلاص ملكيتها اتنقلت، قلنا لازم نتأكد من الشهر العقاري إن العقود اتسجلت هناك. وبعد ما اتأكدنا يعني اللي هيفرق؟ الله يرحمك يا مراد، كان أحلى إنسان عليا في الدنيا. عارفة يا داليا مراد كان بيحبك أوي. عارفة. والله جنان. حد كان يصدق إن أنتي اللي أنا قابلتها من سنة؟ قصدك إيه؟ قصدي مين كان عارف إن أنتي ما بين يوم وليلة هتبقي من أغنى أغنياء البلد؟ لا أغنى أغنياء ولا حاجة. أنا عايز أرجع الشركة دي لولاده. لا 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 القرار ده ما يتاخدش اصلا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت مش كنت مراته والراجل مات وانت على ذمته؟ من حقك تورثيه. لا انا الفلوس ما تهمنيش يا داليا. لو سمحت لو سمحت قرار زي ده تفكري فيه كويس قوي قبل ما تردي. طيب مبدئيا كده احنا لازم نطعن بالتزوير على العقد ده. يا سامح بيه يا سامح بيه، انا كنت شاهد على توقيع العقود وبيع الشركه لداليا، والمرحوم والدك كان مصمم ان التسجيل يتم في نفس اليوم، وبما ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاه طبيعيه خلاص اصبحت الشركه من حقها. بس الطب الشرعي قال انه خد منشط جنسي، يعني هي السبب. ده قانونا ملوش اي معنى. بابا مات وداليا على ذمته. قصدك ايه انت راخر؟ ما اقصدش حاجه، بس ده اللي حصل. داليا دلوقتي ممكن بمحامي صغير تعرف تثبت بسهوله جدا ان الشركه ملكها، زي ما الاستاذ حميد قال العقود اتسجلت. شركه ايه دي اللي ملكها؟ انا مش عايز اسمع حد بيقول الكلام ده خالص. ما تتكلم يا عبد الحميد، ايه الحل؟ يا جماعه يا جماعه، انتوا ناسيين ان داليا بعد الوفاه اختفت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انتوا مفيش قدامكم غير انكم تنتظروا لما تظهر وبعدين تتفاوضوا معاها. مش هيحصل. اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا. يا سامح بيه، داليا متأكدة وعارفة كويس ان الشركة مكتوبة باسمها سوريا، يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنزل لكم عنها. هو انت مجنون يا عبد الحميد؟ انت عايز واحدة جربوعة جاية من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنزل عن ثروة نزلت لها كده من السما عشان خاطر عيوننا؟ مفيش حل غير ان احنا نقابلها ونتفاوض معاها. لما تظهر بقى. بقالي كتير ما اكلتش كده. انا مش ميرسي. على فين يا بنتي؟ كملي اكل حبيبتي. ميرسي قوي على العشاء. تسلمي. صحه وعافيه. هات هات عنك يا حبيبي. اتفضلي. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. معلش يا ابو سلم بقى، بقالنا كام يوم متقلين عليكم بيتينك بره البيت. لا يا سيدي، دفتك على راسنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه:
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا ابني. حبيبي يا رسول الله. طب انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في شقتي؟ لا يا عم شكرا، ربنا انعم عليا من فضله بالاخوه والاحباب الكتير. والله انا ما عارفه اقول لكم ايه، انتوا كرمكم ملوش وصف. سبت العفو. ماشي يا امي، انا همشي وان شاء الله اشوفك بكره على العشاء. خلاص خلي بالك على نفسك يا سالم. ربنا هو الحافظ. ربنا يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اعمل لكم الشاي. اخوك ده طيب قوي. هو الطيب وانا الشرير. بقول لك ايه، هو انا هفضل مسجونه هنا لحد امتى؟ يعني كلها كام يوم ان شاء الله، و تقرير المعمل الجنائي يكون خلص، ويحفظوا التحقيق ده اذا كان مراد الله يرحمه مات موتة ربنا. هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد؟ اكيد لا يعني. طب وبعد ما التقرير يطلع؟ شوفي انت بقى عايزه تعملي ايه؟ والله انا شايفه ان اول حاجه لازم اعملها ارجع الشركه لاولاد مراد، تلاقيهم وصلوا مصر كمان. انت اتجننتي يا بنت انت ولا ايه؟ شركه ايه اللي ترجعيها؟ انت عارفه الشركه دي راس مالها قد ايه؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. بس مش من حقي. هو ايه ده اللي مش من حقك؟ ولا من حق ولاده؟ انت عارفه ثروه مراد بره الشركه خالص تسوى قد ايه؟ فلوس كتير كتير قوي، الشركه دي ما تجيش ربعها اصلا، وانت عملتي حاجات كتير حلوه لمراد. اعتقد الشركه دي من حقك. وانا ينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده. مراد الله يرحمه كان أهم بني آدم في حياتي، وأنا عارفة كويس قوي قد إيه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه. عشان كده أنا بقول لكم في أول اجتماع ليا بيكم إن كل حاجة هتمشي زي ما كان مراد عايز، وكأنه عايش بالظبط. أي عقود، أي مستندات، أو حتى أي شراكة، القرار فيها هيكون زي كأن مراد موجود، وانا عايزاكوا تساعدوني عشان ده يحصل. داليا هانم، في زياره ضروريه جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعك، لان ده اللي هيتم بيه صرف الشيكات اللي باسم الشركه. مفهوم. وامتى المفروض ده يحصل؟ ممكن يا فندم بعد الاجتماع مباشره. تمام. بعد اذن حضرتك، احنا بعد وفاه المرحوم مراد في عقود كتيره جدا لازم ناخد قرارات فيها، لان دي مرحله تانيه. لا برافو، قاعده على كرسي بابا وكمان عامله اجتماع. هو انت فاكره نفسك بقيتي صاحبه الشركه دي بجد ولا ايه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد. انت بتطلب لنا الامن يا حراميه يا واطيه؟ والله لا ارجعك الشارع اللي جيتي منه، هترجعي الشارع اللي هنا. اهدي يا ليلى. بس انت ليلى، انا ما يصحش ده. انت اللي ما يصحش. هو ايه ده اللي ما يصحش يا استاذ عبد الحميد؟ ابوك يا سامح بيه. ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رايه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكره الخطه اللي عملتيها عشان تاخدي اخويا وتموتيه وتسرقيه هتكمل؟ ليلى والله هدخلك السجن. ليلى هانم سامح بيه، احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بهدوء. مكتب ايه؟ دول يطلعوا بره. بره؟ مين ده اللي يطلع بره؟ انت اللي تقومي تطلعي بره. قومي من على كرسي بابا. انا هترد. بص ليلى هانم، دي شركه اخويا ومش هتعمل شركه مرادك. انا قومي بقول لك، انا هترد على شركه مرادك. كبير عليكي قوي الكرسي ده. يلا انت اللي هتقومي بره. شركتي وهاخدها، فاهمه؟ هاخدها. لا بس ايدك، بس ايدك سبتي. انت مجنون؟ انت جننت ولا ايه؟ بس ايدك. اتفضلي. كبير عليكي قوي يا واطيه، ترجعي الشارع اللي جيتي منه. اتفضلي. طيب يا جماعه احس كده الاجتماع خلص، تقدروا تتفضلوا.
هتاخدي شاهين النهارده؟ خلاص هاخده، مفيش سبب بقى يمنع انه يكون بعيد عني. مدام سلوى انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا يوم ما جبت لك شاهين اول مره لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس. اللي انت عملتيه معايا ده مش هنساه لك طول عمري. ربنا يقدرنا على فعل الخير. فاكره يا لبنى اليوم اللي انت جبتيه فيه؟ طبعا فاكره، دي كانت أصعب حاجة عملتها في حياتي. أنا مش ممكن حنسى شكلك وانت واقفة بتعيطي على باب الدار لما سلمتيني شاهين. ماشي، هو كله بيعدي. المهم إن الواحد دايماً يدور على فرصة يعوض فيها اللي فات. طب وموضوع الدار اللي كان على بابا اللي هربكم من بلد لبلد؟ ها؟ لا، الراجل مات. أنهي راجل؟ الراجل اللي كان عايز يقتل جوزي، وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته. والحياة اللي كانت ضايعة مننا رجعت لنا تاني. خلاص بعد كده مفيش حاجة هتخوفنا. مدام سلوى أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما كانش في مكان أمن من هنا أحط ابني فيه. هيعز عليا فراقك قوي، بس إن شاء الله من هنا ورايحة هنبقى نزورك أنا وشاهين. إن شاء الله يا حبيبتي. نوري. يلا يا حبيبي، يلا بينا. هاشم سيد الجزار عند 4 مطاعم أمرتجي، عايش ما بين العجوزة وشبرا. عناوين ال4 محلات بتوعه. مصاريف الشغلانة ما بتنطقش ليه؟ بفكر. الراجل ده بيرجع من الدهب، البدله تحت البيت. لا انا بفكر في حاجه تانية. عايز الاقى فتون وراشد. لسه فاكر مراتي؟ الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي. وراشد ده مش بس ابن عمي، ده اخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. احنا عايشين في بلد فيها 100 مليون بني ادم، فيها كحور ياما وشقوق ياما. ومسير الحياة هيتلاقوا. هيتلاقوا. هيتلاقوا يا ونسي. تعرف ان انا متجوز وعندي عائلة؟ معرفش عنهم حاجة بقالي 5 سنين. اللي شبهنا مينفعش يبصوا لورا، لو بصوا لورا يرجعوا. ألو، أهلا سيادة الوزير. أنا كويسة الحمد لله، زي حضرتك؟
وبرضو عزوماتك كترت قوي الفترة دي. لا ان شاء الله طبعا هاجي. مختار؟ اه مختار هقوله طبعا اكيد اكيد هيجي. لا مش فاهمة مين الناس دي. اها اوكي ماشي. لا طبعا هاجي. اوكي شكرا على العزومة. مع السلامة سيادتك. مع السلامة. لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشركة؟ سبتها ليه؟ قالت لي عندها مشوار مهم. هي سابتني من هنا والوزير شفيق جمل كلمني من هنا عامل لنا عزومة ولازم نروح. يا رب تكون هي. اهلا يا دهي. بسم الله ما شاء الله. مين القمر اللي معاكي ده؟ ده ابني. طيب حافظه جوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كدب؟ بتستعبطيني؟ انا هو مراد؟ انت ايه؟ شطانه؟ على فكرة أنا عارف كل حاجة عنك. عسلية. عسلية؟ مش راشد الغول البلطجي كان جوزك؟ ولا محروس سواق التاكسي بتاع اسكندرية؟ ولا طارق أبو الواد اللي نام جوه؟ لا أنا مش فاهمة حاجة. وأنت إيه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار غبي. أكتر من سنة أنا عرفت عنك كل حاجة بعد ما عملت لك الفيش. عارفة سكت ليه؟ عشان صعبتي عليا. قلت إزاي واحدة ناسية كل حاجة في حياتها اللي فاتت نيجي إحنا نحاسبها عليها؟ كده ليلى كان عندها حق. أنت اللي قتلتي مراد. أنت اللي قتلتيه. لا ما خلصتش. أنا لغاية دخلتك عليا بالواد على إيدك وكان ممكن أعمل أي حاجة علشان أدافع عنك. إن شاء الله لو حياتي. على فكرة أنا مش حاسة بالذنب. ولا أقعد أعيط لك وأقول لك سامحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. أنتِ اتجوزتي تلاتة وضحكت عليا. لو سمحت اسمعني ما تقاطعنيش. أنا البني آدم اللي واقفة قدامك دي بقالها سنين بتجري وخايفة وهربانة وكل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني لغاية ما لقيت مراد وكان لازم اعمل اللي اعمله وانت على فكرة اللي ساعدتني. انت هتخرفي. انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربية كنت هربانة من المنيا من طارق ابو ابني برضو بعد ما انكشفت. انا فاكره الليله دي كويس قوي. كنت انت والدكتور ومراد واقفين حواليا في المستشفى سالوني انت مين وساعتها انت سالتني وانت ناسيه اسمك ولا ايه كانك بتديني المفتاح اللي اكمل فيه بعد كده. ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه ده. ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. أنا قدامك يا مختار وأنت عارف عني كل حاجة. أنا كل اللي أنا عايزاه إني مهربش تاني وعايزاك تساعدني على كده. مختار أنا عارفة إنك بتحبني وأنا تعبت. أنا اللي قابلته في حياتي مفيش بني آدم يستحمل وما صدقت ألاقي فرصة أعيش فيها مع ابني بأمان. ولو انت هترفض تساعدني عايزك تديني فرصة. فرصة ليه؟ المهرب تاني
4 مليون جنيه هيجننوني. تسلم ايدك. انت هتدفع 4 قرين للراجل الباشا الكبير ده؟ ما تدفعش ليه؟ 4 مليون كتير قوي. ده 100,000 150,000 بالكتير نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت مش فاهم حاجه. انا بشتري لعبتي. انا مش فاهم. هتدفع 4 مليون في ورق مضروب ازاي؟ خد بالك من روحك. الراجل ده حوت كبير قوي. مين قال لك الورق مضروب؟ الورق اصلي واصلي الاصلي كمان. الفكره مش في الورق. امال في ايه؟ في الحمايه. الراجل هيحميني، يعمل لي كل اللي انا عايزه. يا سلام يا سلام لو بقيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضه كبير قوي، الواحد يخاف يقرب منه يهرسه. يلا نولع بقى. ولع. لا والله. أو النعمة يا نعمة. قال لهم أنا شفت العفريت. قالوا له يا راجل. قال لهم الكلب قرب عليا. قرب بصيت له قلت له أنت كلب يا كلب. قال أنا كلب. يا روي رحت برضو تدور عليهم؟ يسير الحقيقة لا يا يونس. وصل له. شكلك مش عاجبني من ساعة عملية امبارح. مكنش الراجل صعب عليك؟ لا ما تخافش. مش هيغلى عندي خلقه. عاش يا وحش. ده بقى علي روي. أجدع راجل هتشوفوه. دي نسري. بيدلعوها النسر. ودي نعمة. واللي يكرهها نعمة. هيقعدوا معانا في العزبة يومين ثلاثة. لا مش أقل من أسبوع يا أنس. تعال تعال. مش عايز. عايز أريح شوية. يا غدع ما تبقاش رزيل وتعالى. فك عن نفسك حبتين شكلك شقيان. تعال. سلام يا أنس. ومات يا أنس. رايح فين؟ هوالك أنت. ما قلتليش. هو أنت هوائي ولا مائي؟ أرض يا حبيبي. النسر انقض عليه. باشا. 4 مليون يا باشا. أنا بقى نفسي ومنى عيني أبقى راجل من رجالتك. فين فتون؟ نعم؟ فتون؟ القمر اللي كانت معاك المرة اللي فاتت. هي مش اسمها فتون برضه؟ أه فتون. أنا بقى عايز فتون دي. أنت مش قلت لي إنها شريكتك؟ أه. شريكتي ومرات ابن عمي واخت مراتي. الاتنين مع بعض. بص بقى يا رشد، انا بحب الستات. في ناس شايفه ان الموضوع ده عيب فيا، بس انا الصراحه شايفه ميزه. بقى انا بقى ما بحبهمش وما بحبش اغامر بيهم. طيب انا بقى مش هظبط لك الورق ولا هامن لك فلوسك في البنك الا لو فتون جت لحد هنا. اه طب وسؤالتك يا باشا، ده مش هيحصل. انت حر. والفلوس؟ وقتك خلص. قوم سيبوه. انا مش عايزه. ده تكتب البيانات اللي عايزها تتكتب في ورقك وتبعتها مع فتون. ده لو عايز ورقك يتعمل. يلا يا حبيبي. كمان بني ادم اللي واقفه قدامك دي بلا سنه بتجري وخايفه وهربانه. كل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني ان اهرب واجري تاني.
تختار انا قدامك وانت عارف عني كل حاجة. انا كل اللي انا عايزاه اني ما هربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده. ما تقوموا نطلع نقعد مع المعلم أنس بره والجماعه نشرب كافيه. معلم أنس؟ لا مش عايز. طب انا بقى بايته معاك النهارده. قلت مش عايز، خلصت. هي مين فتون دي؟ تعرفيها منين فتون؟ أنس قال لك عنها اي حاجه؟ أنس ما جابش سيرتها. البنت ياسرين قالت لي ان انت ما بطلتش تتكلم عنها طول الليل يا اخويا. بنتك سعيدة يا بيبي. وكتاب الله المجيد، أنا كان ناقص لي تكة وقعتهم في زمارة رقبته ما سيبوش غير وهو مفرفر. أنا بس العصابة اللي حواليه. ثبتني في الأربعة مليون وقال لي وممشي. وبعدين خلصت على ايه؟ ما ترد يا راشد. حيوان. قال لي انه مستنيك تروحي له، وانه مش هيخلص المصلحه غير لما تعدي من تحت ايده. لو على كده سهله يا. انت بتقول ايه يا وليه انت؟ هو انا قلت حاجه؟ ما انت اللي بتقول. بعدين بيني وبينك كده انا كنت بدور على سكه تخلوا بيها، اهو اللي طالع. وهي علقة تفوت وانت هتبقى مبسوط. اقسم بالله ابطحك بدي. تجننتي؟ انت نسيتي اني رحت للخنزير ده بسببك؟ نسيتي وينش يا فتون؟ وينش اللي قبل عليكي؟ وينش اللي ذبحته بسببك؟ فتون، الكلام ده انا ما سمعتوش وما يتقالش تاني. كتك خير والنبي هترجع مبسوط مبسوط مبسوط. عجباني قوي المزرعة بتاعتك يا معالي الوزير. دي منورة بجورك يا رالي. ثانك يو. أهلا. أعتقد إن كان لازم تقولي مين هما ضيوفك قبل ما تجيبني ليهم. ما كنتش هتيجي لو عرفت إن إحنا موجودين هنا. أنت عارفة يا داليا، مراد الله يرحمه كان بالنسبة لي إيه؟ كنا إخوات، وولاده دول زي ولادي بالظبط. طبعًا أنا عارفة قد إيه المرحوم كان قريب منك، عشان كده شهدك على عقد جوازي، وقال لك على حاجة ما قالهاش لحد. إزيك يا هاني؟ أهلًا داليا. سامح، عرفتك من الصور. انت مش جايه هنا عشان تتكلمي، انت جايه علشان تسمعي وبس. سامح وهاني عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي، انك ترجعي لهم الشركه وتاخدي مبلغ مناسب. والحقيقه انا شايف ان ده فير قوي وحل مناسب للطرفين، وممكن يتم بهدوء كده وبدون اي مشاكل، وانا اضمن لك نزاهه الصفقه. انت طبعا عارفه ليه مراد كتب لك الشركة؟ بدون دخول في التفاصيل يا دانيا. المنطق بيقول انك لازم ترجع لهم الشركة. هو وجهة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني ايه؟ يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون، وكل الناس بقت عارفة كده اوريدي. هو انت بتستعبطي؟ نعم. انت فاهمة شركة زي دي راس مالها كام؟ صارة زي دي يا دانيا ما ينفعش تاخديها عشان قضيتي ليلة مع بابا الله يرحمه. هي مش ليلة واحدة على فكرة، ده كان جوزي. وبعدين هو اتنازلي عن الشركة بمزاجه، ما
حدش ضربه على ايده. تمن الوقت اللي قضيتيه مع بابا هتاخديه، ما تقلقيش. واحده زيك تستاهل كذا الف جنيه، بس انا هديكي 10 مليون وتتنازلي عن الشركه، والا اقسم برحمه بابا. والا ايه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزير. مفيش تهديد ولا حاجه، اسكت يا سامح. انا عارف انت بتلف وبتدوري على ايه، بس المبلغ اللي انا قلته مش هيزيد ولا مليم. اسمعي يا ست انت. اسمع انت، انا شرعا ليا فرصه ابوك التمن، والتمن ده بقى بره الشركه يسوى 2 مليار، بس انا عشان ست محترمه ومتربيه وبنت ناس مش هعمل كده. انا هعمل درينك لنفسي، احتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوه قوي مع بابي. يبقى هقتلك، هقتلك. طبعا اللي انت بتقوليه ده موتك ورحمه بابا، هقتلك. سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير، بما انك راجل قانون وواحد من اهم موظفين الدوله. طبعا انت في حمايتي يا داليا طول ما انت هنا في بيتي. مفهوم. انا متشكره قوي يا معالي الوزير. المقابله انتهت. باي باي. هو انت طول ما انت قاعد عندي حاجه كده؟ خضيتني في ايه؟ انا قاعده مستنيه الباشا. فهد مستعجل الباشا. اخاف واكش من دلوش. يا بنتي حلوه. الله، حاجه جميله. عارفه لو ما كنتيش جيتي أنا كنت بعت اللي يجيبك من المكان اللي أنت فيه. لا مؤاخذة يعني قاعدة على كرسي. لا ما يهمكيش يا عمر. وأنت يعني تعرف مكاني منين؟ الشقة الإيجار اللي في مدينة نصر، مع إنكم أساساً من بولاق، بس جوزك تاجر مخدرات وراشد ده محكوم عليه بالإعدام. إيه بس بس بس، تعرف ده كله منين؟ هو أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ كنتش بتشتغل في الداخلية؟ لا لا لا، السؤال ده ناس قليلة قوي اللي في البلد اللي يعرفوا إجابته. عارفة ليه؟ ليه؟ أصل أنا شغلتي سر. سر؟ طب والنبي أنا بحب أعرف السر، قولي. بس كده رشد يقلق علي. ليه؟ هو مش هو اللي بعتك برضه ولا؟ لا يا أخويا فاشر، إزاي يعني يبعت؟ طب بالك لو عارف ان انا هنا انا وانت لا يكسر عظمي دي حتت حتت. قطع ايديه. بسم الله عليك. امر. شكرا. الله يخليك. رد عليك ولا لسه؟ مغلق برضه. شبكة. تلاقيها في المترو. مترو ايه بس انت رخر. هلا يا مصر، انت قلقان عليها قوي كده ليه؟ قلقان عليها ايه؟ ده انا قلقان منها. دي فين دي تودي مرستاه؟ طب ما تركش شاي ولا ايه؟ لا مش عايز. طيب قوم روح. طب انا كنت عايز اراجع معاك حسابات الاسبوع اللي فات. لا فيا دماغ لاي حسابات بعدين. يلا اوامر. ليلتك كويسه. ليلتك فل. الله يخرب بيتك يا فتون.
كنت فين يا فتون؟ وقفت تليفونك ليه؟ مالكش فيه، كنت مطرح ما كنت. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضلي طول عمرك واطية. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الحق الحق يا حبيبي، النبي ما تخاف. انا قلت للباشا انك اول ما تعرف اني رحت له هتموتني من الدار عشان يعني تفضل راجل فاهم وشنبك ما يتأثرش. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ اني جاي عدل مع نفسي، لكن انت عمال تحور. خافش يا اخويا، عايز تعمل الشريف العفيف اللي بيحافظ على شرف ابن عمه وبيدور على مراته اللي بيحبها. اعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما تعملهمش عليا. لا يا فتون، انا ما كنتش عايزك تروحي له من الاول، وانا مش واثق قوي كده. وخلصت، سامعاني؟ خلصت. ايوه كذاب، ليه صدقتك؟ تكميله غور غوره تاخدك. يا معالي الوزير، انا اتهددت في بيتك واقفه اهو في حفلتك بس احتراما ليك. مدام داليا، ارجوك يا دارة موقفي وقبل العرض اللي اقترح عليك سامح وهاني. مع احترامي ليك، انا صاحبة الشركة، مش هقبل بضغط من اي نوع. ما تتسرعيش يا داليا، ولو عاوزين اتفاوض عشان نرفع قيمة المبلغ انا ما عنديش مانع. شفيق بيه، انا اسفة جدا بس لازم امشي. قلت اسلم عليك، لازم اسلم عليك. تمشي ايه دلوقتي يا سوها؟ عرفك بدالي هنا. أهلاً وسهلاً دالي. أهلاً وسهلاً. أنا اسمك لحظة. سالي؟ أيوه. سالي. أمال إيه دالي؟ مين دالي؟ دالي دي تبقى أنا. إيه مش فاهمة؟ يعني إيه دالي تبقى أنت؟ وإيه موضوع الشركة اللي أنت صاحبتها دي؟ مش فاهمة حاجة. دي شركة مراد الجرح للمقاولات. انا اعرفه، ده راجل محترم جدا الله يرحمه. انا ابقى ارملته. الله، هو انت مش متجوزه؟ لا، ما انا ما فيش وقت اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. فاكره لما جيت لك البيت اخر مره وكريم طردني؟ انا ساعتها ما زعلتش منك، بس انا من يوميها اخدت قرار اني ابعد عن الشر وفضلت اهرب منه لغايه ما بقيت داليا اللي قدامك دلوقتي. مدام سهى، انا بترجوكي ما تقوليش لحد عن القصه دي. انا تعبت قوي قوي عشان ابقى اللي قدامك دلوقتي. ما تخافيش بجد، انا بحبك وانت عارفه ان انا بحبك من زمان. انت بالنسبه لي داليا من النهارده، مفيش سالي. اوكي مدام سهى، أنا عمري ما هنسى الحب اللي أنت حبيته لي، ولا هنسى الأيام دي. خلي بالك من نفسك. انت خارج ولا ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هتثقي فيا. هتروح فين؟ النادي. طب ممكن ما تاخرش عن ساعتين لو سمحت؟ اوكي. مش هتصدق بقى، انا شفت مين امبارح. مين؟ سالي اور سيرفنت، فاكرها؟ اللي انت طردتها دي. اكيد فاكرها. هي ايه، بقت شغاله عند شفيق ولا ايه؟ شغاله ازاي بس؟ دي بقت مليونير.
فاكر فؤاد الجراحي البيزنس مان؟ انت شفته معايا مره، اتجوزها وكتب لها الشركه وبعدين مات. انا مش فاهم حاجه ولا انا، بس she's changed، بقت حاجه تانية خالص. غريب قوي اللي انت بتقوليه ده. قبل ما احنا نسافر كانت متجوزه واحد اسمه راشد، وكان هو الدراج ديلر اللي بيجيب لي مخدرات. عادي اتطلقت يعني، ما فيهاش حاجه. وبعدين I told you the man she's very smart ومستنيه فرصتها وهي جت لها. I'm very happy for her. انا ممكن اخد العربيه؟ تاخد العربيه؟ شو؟ بس انا مش هتحرك لحد ما ترجع، اوكي؟ متاخرش. I trust you, huh؟ يلا. Enjoy yourself. Don't be late. حاضر. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. أنا لازم أفضل جنبك. أنا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السودة اللي انت عملتيها، أنا فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. أنا عايزك تقف جنبي، بس ده مش معناه إنه أي راجل تاني يدخل حياتي. أنت مش عارف أنا خايفة إزاي. حد يبقى عنده الشركة دي كل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق إنه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركة. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني؟ وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليلة مع ابويا. هي كانت ليلة وكان جوزي، بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجة. أنا كنت عاملة نفسي قدامهم إنه مش فارقة معايا وجامدة ومش خايفة، بس أنا كنت مرعوبة من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجة زي كده. أنا غلطت إن أنا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار أنا بجد مرعوبة. بص يا دانيا، انت بقيتي صاحبة شركة، ده أمر واقع. بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل بالفلوس دي إيه والشركة. أنا فعلا مش عارفة أتصرف لوحدي يا مختار. أنا عايزك تقف جنبي وتسندني. أنا فكرت أديك فلوس عشان الموضوع ده، بس لا ثانية واحدة، أنا فهمت إن أنت أكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة يا داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايما خطوة متأخر. لأول مراد، ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا. واديني بقولها.
وانا موافق. موافق على ايه؟ اكون تحت امرك لغايه لما تغيري رايك. ولو ما غيرتش رايي هتغيري. من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسه وتقعد في البيت. ايه ده في فتره غيابي بقى دمك خفيف شيء عظيم. ميرسي يا طيب 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 هزرنا والحمد لله على السلامه والحاجات دي كلها. لازم نسكور دلوقتي حالا عشان انا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بيس اتكلم حد نسكور مني. طب يلا كلم عطو. لا عطو لا عطو ده كافر اصلا. وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات ال 5000 جنيه وانا بصراحه مفلس. واعملوا حسابكم اسكورت النهارده يا هتبقى على حسابك يا هتبقى على حساب الاستاذ. انا ممكن اتكلم راشد خليه يعمل معاكوا كادو. اصل هو بين اصحابه قوي واحتمال اقابله بالليل. راشد فاكرين يا جماعه السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي. مالها بقت مالتي مليونيره. نعم مالتي مليونيره ازاي؟ طبيعي انا قعدت مع راشد وهو بيديل شارلي بملايين فطبيعي ان مراته تبقى مليونيره. لا ماما قابلتها في حفله كبيره وعرفت منها انها بقت صاحبه شركه عقارات كبيره جدا ومتجوزه دلوقتي حد تاني غير راشد هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. ايه يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده؟ المهم القصه دي ما تشغلنيش خالص. انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياه دي كانت ممله قوي يا جماعه. انا كنت في ازمه كبيره معاكم الحمد لله انا خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا وسكوروا واعملوا حاجات كده وما تكلمنيش. باي باي. تشاو تشاو. هو الواد ده ليه بقى تقيل قوي كده ليه؟ تلاقيه بس فرحان عشان هو لسه مبطل. كلها يومين ويرجع يضرب تاني اصلا يعني. هما اللي بيبطلوا بيبقى دمهم تقيل قوي كده؟ مش عارفه بقى مش عارفه. صباح الخير. ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ اتفضل. ازيك؟ اشربوا ايه؟ قهوه سادة. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا. علشان كده لغايه دلوقتي انا مش قادر افهم الموقف. والله انا سامح اللي مش فاهم انت عايزني اعمل ايه بالظبط. تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي. وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت هتقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها؟ بذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها. واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه وكمان كرسي في مجلس الاداره. ايه رايك؟ مش فاهم يا سامح. هتديني حاجه مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين؟ نقعد احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامة. ده اتجنن غالبا. يلا بينا يلا. وادي شهادة الميلاد وادي البطاقة. ألف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. انت وفتون. يا معلم في ايه؟ هو اللي قال لي كده برضه؟ راح ياكل الجزمه من ورايا. انا كنت خلاص مش عايز الورقه واستعوضت ربنا في الاربعة مليون. والله وعليت بايه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد. هي كانت مراتك ولا ايه؟ قفل ونبي يا ايهاب على الحوار ده خالص. طب ما تك اسمها سالي. سالي؟ لا غريبه. كريم قال لي انها كانت شغاله عندهم وانها اسمها سالي. كريم رجع؟ قابلت الصبح في النادي وقال لي ان مامته شافتها في حفله كده. عسليه؟ سوري؟ سالي يعني سالي. كملي بس كده. هو ده اللي قاله لي. كريم
فين ماما؟ أهلي. مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ آه بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوة دي. إيه؟ البس. يلا يا دوسة لو سمحتك الله ينام. يلا على النوم بقى. عشان إحنا بقينا متأخر. يلا. تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ كمان. تحولي هنعمل ايه في موضوع الفيلا يا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش لا الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس ومش هيعملوا حاجه زي كده. بقى انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في الميني قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه. بس والله كان غصب عني. أنا ساعات لما بفتكر الأيام دي أحس إن أنا كنت واحدة تانية مش أنا. طب تصدق إن ولا حاجة من دي كانت مترتبة؟ كنت لابسة 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول أنت لابسة أنهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني انا لبنى، وفي الشركه انا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندريه، كانت ايام هدوء. بس تعرف مين اكتر واحده وحشاني فيهم؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. تاني؟ ايه يا راشد؟ انت ايه اللي جايبك في وقت متاخر زي ده؟ وعرفت ان انا رجعت من السفر، واللي جايبك دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا ادب، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى، انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي. انا مش جاي الضايف. ماشي يا سمر. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفت عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام، انا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. اقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. وبعك كمان. بس يا راشد ايه ده؟ ايه ده كمين؟ ده راشد يا ماما، راشد جوز عسلية. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسلية فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس، انا شفتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسلية، اسمها داليا نور، متجوزة بتعمل اولاد اسمه مراد الجرحي، وبتدير شركته. روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقة بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. هو خلاص بعد بعد. تمام. استنى رايح فين؟ انا هاجي معاك، انت stay here. والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون، فتون يا فتون، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقينا عسليه. التخريف ده زي ما بقول لك كده، عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت؟
اللي هو شغال معايا بيبيع مخدرات، امه قابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسليه بقت غنيه دلوقتي وعندها شركه وملايين. غنيه؟ شركه ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشيه ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها نبقى نعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركه، شركه مراد للمقاولات. شركة مراد للمقاولات؟ أيوة، إيه المشكلة؟ خلص سيجارتي وأقوم ألبس. ماشي وحصليني بقى. غير هدومك. كويس إن أنا رجعت لكم المكتب النهاردة. إحنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متأخر علينا. كل واحد فيكم عمل اللي كان لازم يعمله وشكراً. أنا آسفة يا جماعة أنا أخرت كل حد بالليل. بالعكس أنا بقوله اللي عملناه النهاردة ده كان مهم جدا، وأنا أبلغ مختار بكرة بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها. تمام. ميس خد الشيك ده وصوره وبعته للبنك. تمام. اتفضل يا أستاذ. ميرسي. مروة لو سمحتي. أيوة. أنا عايزاكي 10 دقايق عشان موضوع التصميمات. حاضر هجيب حاجة. ده لسه جاي لك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. ايه ده يا عم؟ ما الناس رايحه جايه اهو، امال بتقول الشركه قافله ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك اكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا يا باشا احنا بقالنا كتير ملطوعين في العربيه بره، شويه عندها اجتماع مهم، شويه قاعده مع استشاره مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزاره التموين. يا فندم ده ليه هنمد رئيس مجلس الاداره مش هينفع يقابلنا من تقعد معايا؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي لو عرفت اللي انت بتعمله ده لا تكون مرفوض على ايدي. ليه وحضراتكم مين؟ انا فتون اختها شقيق. انت بتقولي ده؟ واحنا مش لازم نعمل مفاجاه يعني؟ اهي تعرفوا السلام. طب انا اسف يا فندم بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق اهي البطايق، بس دخلنا بقى ابوس ايدك يعني اتلطعنا كتير. خد فتونه اهي اختها. انا اسف يا فندم دي اجراءات الشركه، انا اسف. يا سيدي ولا يهمك. انا هخش ابلغها. بسرعه يا اخويا. الله ده ايه القرف؟ هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ الكوتيشن ده دراسة. طيب تصميمات. حلوة عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. هو أنا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. طبعا يعني أستاذ مختار ده إنسان حساس و وراقي جدا وفنان كبير قوي. هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير وعند حضرتك حق انك تاخدي رايه كده. مختار كان اقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده انا بثق برايه. عموما اخبار الاعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. ايوه ما انا لازم اعرف انتوا مين عشان ابلغها. قول لها اختك. انت هتقعد تبحلق لنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي حاضر. ثانية واحدة. ده ايه الزهق ده؟ عارف. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس اصل في واحدة واقفة بره مصرة انها تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. بعد كده لازم تقولي ان انت اختها دي. امال اقول ايه؟ ما تتنيلي تسكتي. يا عم خلينا نخلص. ناس عايزين نقابلها وخلاص لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. افرض قفشت في دماغها وما دخلتش. هدخل هفتح الباب واقول. تحبي ادخله؟ معاه حد؟ يا فندم معاه راجل كده بس بصراحه ما قاليش وقت. طب ما تدخلهمش، قول لهم يستنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي اوكي. مروة 10 دقايق ومدام داليا هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق ده البت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار. راشد دفتور على باب الشركة. بس يا اخويا من خلاتي حبيبتي وقلبي من جوه. ان
ربنا بيه يا حبيبتي، انا كنت عارفاني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسليه يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس ما قدرتش امنحهم الدخول، انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسليه. اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسلية؟ انتي عسلية مراتي، عسلية اللي رجال البلاقة كلها كانت بتحوم حواليها، وانا اللي حميتها واتجوزتها، عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء، عسلية اللي ليلة دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي، ايه ده كله يا بنت؟ عملتي ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. انا مفيش عسليه هنا، انا داليا نور صاحبه الشركه دي. طب ما انا عادل فكري رجل اعمال، وانا يا اخويا زي ما انا فتور. لا عسليه. لا ما تعملهمش عليا، انا خلاص عرفت كل حاجه، اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني، وخلفت نونة بس من الحرام. النونة يا اختي، ده انا من ساعه ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه امها الله يرحمها. اقول لك انت وهو، انا ما اعرفش حاجه عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا بره وانسوا اي حاجه عن الموضوع ده. وقال عيب عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي عليه اتنين ويمكن اكتر، تبقى بتتنفضي وانت واقفه. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك، بس انا مسامح. معقوله كده يا راشد؟ ليه يا اخويا؟ ما يصحش، البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيله واحده. امال ايه؟ انا كان غرضي بس اقول لك ان انا عملت فلوس كتير انا وراشد يعني، وانت يا اختي عامله فلوس. اللهم صل على النبي، نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد اهو اسم الله عليه موجود، ونعيش عيشه فل كلنا. ايه يا داليا في ايه؟ الحقني المخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي اوسخ ناس في العالم. اه؟ انت مين يا ابني انت وهي؟ اتكلوا على الله، يلا اطلع بره. انا جوزها، انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خدي بس راح فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعة. في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب، بسرعة. قلبك ابيض يا فخامة. ماشي عسلية. أنا ماشي، بس بقول لك إيه؟ أنا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا فتوح. سلام يا بنت أبويا، ماشي. يلا فتوح. يلا يا أخويا. يا اخويا على مهلك بالجرايد. ليه؟ يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه، ثواني اجيبها لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ ما احنا خرجنا بره الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. بس عسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا، وبعدين هي ملطوطه عليها 80 حكم. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا، انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه لازم نجيب أمن.
لكم ازاي؟ عرفوا منين؟ مش عارف. بقول لك يا فتون، انا هوصل لك وهرجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسليه عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش. هي صحيح قالت انها ما تعرفناش، لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخويا، لو بلغت عنك ما انت هتحكي الموضوع واحده بواحده. طب بقول لك ايه؟ انا هخلي عطوه يرجع الشركه ويسأل على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثه. ما انا باصص اهو. ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيله اللي احنا فيها دي اهو بالراحه. شوف الوريه خرجوا من الشركه بسرعه وما خدوش بطايقه، وانا اتصلت بالشرطه وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجوده في البطاقتين دول. شرطه ايه؟ مفيش داعي للشوشره يا مختار. لا مفيش داعي، خلاص طالما مشوا. انت مش مشوا خلاص. لو حد من الشرطه اللي انت كلمتهم سال بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه، بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي. واللي معاها؟ اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته. ايوه بس بطاقته بتقول انه عادل فكر شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب يا رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي. يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قتل اتنين، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. اللي مخليكي مرعوبة منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفرني أي بلد أنا وابني شاهين. أنا لازم أسيب البلد حالا. تسيب البلد ده إيه وتهربي ليه؟ عشان ده أمر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالإعدام؟ خلاص نبلغ عنه. أنت ما تعرفش راشد. راشد ده شيطان، شيطان ماشي على الأرض. خليني أختفي يا مختار، أروح أي حتة. أنا مش عايزة أقعد في البلد دي، خلاص عرفوا طريقي. فتون دي، فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي. ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا، مش هينفع نفكر وأنت في الحالة دي. أنا هتصرف. ومحدش هيقدر يأذيكي طول ما أنا جنبك. طلعولي منين دول؟ يا عاطف باشا، انا عايز رجالتك يوصلوا الفيلا النهارده طقم حراسه كامل ويكون مسلح لو سمحت. فيلا مراد الجرحي، انت عارف يا فت. ليه بكره؟ ليه؟ اه طيب، يا ريت الكلام ده يحصل من بدري لو سمحت. متشكر جدا، مع السلامه. خلاص، من بكرة الصبح أكبر شركة أمن في مصر هتبعت لنا حراس مسلحين يحرسوا الفيلا. بكرة؟ آه بكرة يا مختار. راشد مش هيستنى لبكرة. راشد مين بس اللي أنت خايفة منه ده؟ راشد قتال القتلة. راشد اللي حرق قلبي واتجوزني وهو قاتل الحسن. راشد اللي ما بكرهش بني آدم في الدنيا زي ما بكرهه. طب عادي عادي، اهدي بس اهدي. دلوقتي انت بتتكلمي عن شخصية تانية خالص. عسلية البنت الغلبانة الفقيرة اللي مفيش في ايديها حيلة دي انتهت خلاص. ما عادش في منها. اللي موجود دلوقتي داليا نور، اغنى ست في مصر. يا ريت نفهم الفرق ونتعامل على اساسه. تعال أزوقك في مية؟ يا ريت.
جاي تقتلني يا علي؟ حرام عليك، انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما صدقت هربت منكم. عايز تقتلني؟ حصل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركم. شر مين؟ ابنك. انت خلفت انت وراشد. راشد وفتون فين يا عسلية؟ انت هتبسل يا علي، ما انت عارف ان انا اتفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجة عنكم. من يوم ما دخلت السجن لا اعرف عنك حاجة، ولا فتون ولا راشد هما فين يا عسلية؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ ها؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتلة؟ ما ترد. أنا جيت هنا عايز أقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. أنت بقيت قتال قتلة؟ عادي كده؟ مين اللي بعتك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوه بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامح. فتون راشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ بطايقهم. مين عادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي لو سمحت قول لهم بقى يبعدوا عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس مليون اتنين عشرة أنا هديهم. يبعدوا عني. ايوه مختار. ايه مالك في ايه؟ علي، علي كان عايز يقتل، كان هيدبحني وانا نايمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ علي مين؟ يقتلك؟ علي جوز فتون اختي اللي كان في السجن، سامح بعته عشان يقتلني. سامح؟ عليز هو سامح يعرف علي منين؟ انا ما اعرفش اللي وصل علي لسامح ابن مراد. الناس دي مش هتسيبني في حالي يا مختار. انا عارفه انهم مش هيسيبوني في حالي انا وابني. أنا مرعوبة. طيب هو عندك؟ لا عندي إيه بس؟ ممشيش غير مديته بطاقة فتون وراشد. طيب أنا بغير هدومي أهو ومسافة السكة وهكون عندك. خليكي مع شاهين وخلي فردوس جنبكم.
في واحد اسمه الصاوي، الراجل ده في طريق الصف، هديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معاه على 10 رجاله بأي تمن يا عطو، بأي تمن. أوامر. جرى يا راشد؟ إيه؟ أنت اتخبطت في دماغك؟ الرجاله دول هتعمل بيهم إيه؟ أخطف؟ إيه؟ تخطف مين؟ يا نسبتي السودة، هو أنت فاكر عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان؟ لا يا أخويا، أصحى، دي بقت هاني وشركات، دي ساكنة عند الناس الكبارات قوي. انت اتجننت؟ ما تتجننش يا راشد، ما تتجننش وتضيعنا. كلام ده صح، اديني يومين اشمشم لك وافهم اللي حواليها. جرايه يا جدعان في ايه؟ وانا جاب عرف وشها ده، انا هقعد اتكلم معاها. يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركة دي ولا بصت في وشنا؟ عشان كنا في الشركة وحوالينا ناس وهلمة، انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينا وافهمها ان انا بحبها واقول لها ان انا مسامحها على غلطه جوازها، تقوم هي كمان مسامحاني على غلطه الحسن، مش كده ولا ايه يا فتون؟ غلطه قصاد غلطه. هي ايه حكايه الحسن ده؟ انا معرفهاش. الباشا بيتكلم حوار كده خلاص بعدين. الو، عايزك يا فتون. ايوه يا فخامه، عايزك يا فتون دلوقتي. والنبي كان على عيني، بس لا مؤاخذه يعني، اصل انا ورشد في موضوع كده ومشكله ومش هقدر امشي. انا قاعد بشرب وفاضل في الازازه شويه صغيرين، على ما اخلصهم تكوني هنا. طيب 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 يا اخويا، حاضر حاضر، بالسلامه. انت مع السلامه. في ايه؟ سكران وبيزعق وعايزني اروح. تروحي فين يا وليه؟ انا مش قلنا بقى نبطل الشغل القرف ده؟ استقبلتي؟ بقول لك ايه، ما اقدرش اقول لا يا اخويا، ده عارف اولنا واخرنا واحنا فين وبنعمل ايه وهنعمل ايه. يوه جرى ايه يا راشد؟ في ايه؟ ده هي ساعه زمن يا اخويا، هروح وارجع، وبعدين ما انا قايله لك على كل حاجه، انت هتستهبل. شوفي عشر رجاله باي سعر ما تحصلش معايا. اوامر. انت مصدقه ان اللي حصل ده ممكن يكون صدفه؟ والله انا بقيت بصدق اي حاجه. علي ما كانش جاي يقتل عسليه، علي كان جاي يقتل داليا. عارف يعني ايه داليا؟ ده انا كان بيني وبين الموت ثانيه. سامح وهاني يعملوا كده؟ غريبه. علي قال لي ان هما دفعوا له فلوس كتير قوي عشان يقتلني. هيستفيدوا ايه بس لما يخلصوا منك يعني؟ الشركة خلاص مش هتبقى بتاعتهم. عشان ينتقموا مني، ده كفاية ليهم. انا مش عارفة ليه سبت شاهين لوحده جوه، هقوم اجيبه يقعد بينا هنا. ليه بس كده؟ خليه، انت مش سايباه مع فردوس؟ خايفة من ايه؟ لا ولو، انا بقيت بخاف. كلها ساعتين ثلاثة والامن هيجي ومش هيبقى فيه اي حاجة تخافي منها. طب خليه جنبي مختار لغاية النور ما يطلع. عملك قهوة؟ أشرب هو صحصح شوية. ماشي. يا رب. مقدم صبحي سيف، مكتب مكافحة المخدرات، أنت البواب؟ لا، أنا السنكورتي اللي هنا، أنا اللي بسكنهم وأخدمهم وأشوف طلباتهم وحل الرزق. عادل فكر شحاتة ساكن هنا؟ أيوة يا باشا، في الدور الأرض ده. مين ساكن معاه؟ مراته، الست فتون. مراته؟ أيوة مراته. ساكنين هنا بقالهم قد إيه؟ تقريباً حوالي 3 سنين. هو عادل باشا ده ليه في المخدرات يا باشا، مش كده؟ إحنا لسه بنتحرى عنه. والله انا كنت شاكك فيه، والست فتون بتاعته دي ست مش مظبوطه. مش مظبوطه ازاي؟ كانت مرافقه عيل في الشقه ديت اسمه نايل كده، عايش مع ابوه لوحده، وتقريبا عادل بيه جوزها ده عارف ومطنش، بيبعتوه بره البحر في اي وقت ويجيبوه في اي وقت، وبقت حاجه مليطه. ده غير الكلام اللي انا بسمعه،
اعدام، سجن، قواضي. انت متاكد انهم متجوزين؟ ايوه باشا، لما جم يوم ده عقد الشقه مع صاحب العماره انا كنت موجود، وطلعوا عقد جوازهم وانا شفته بعينيا، كان عقد جواز عرفي. اسمك ايه؟ سيد يا باشا. روح من هنا يا سيد. حاضر حاضر يا باشا. عارفه تنامي؟ لا. ليه كده؟ خايفه من ساعه ما شفت علي، وانا افتكرت الايام السوده، ايام ما كنت بخاف. ممكن ما تخافيش وانا جنبك؟ مخافش ايه؟ مختار دول دخلوا بيتي النهارده علي، يا ترى بكره هيكون مين؟ ربنا يستر. خلاص بقيت حاسه ان محدش يقدر يحميني، ده انا بقيت بخاف من الناس كلها، حتى انت مختار، بقيت حاسه اني بخاف منك. تخافي مني انا؟ ليه؟ انت بقيت تعرف كل حاجه عني، كل مره بتطلب مني انك تبقى جنبي وانا مش عارفه اعمل ده، خايفة لا يجي يوم انت كمان تنتقم مني. خلاص انا اخرج انام بره لغاية لما الامن يجي. معلش يا مختار، انا اسفة، انا عارفة ان انا بقول اي كلام، متزعلش مني بليز. ولا يهمك. سبت وقتي اصلك عن الشلطه اللي انت فيها، راح ساعه وجايه مش تاخر عنده، بقالك 7 ساعات يا فتون. ماشي ماشي. ذكر ذكر يا ابن عمي ذكر. ايه يا علي؟ عبد الله السلام يا علي، عبد الله السلام، عرفت مكان ده منين؟ ليسال ما يتوهش. فتون فين يا راشد؟ فتون بجيب حاجات للبيت وزمانها جاية. الحمد لله على السلامة يا علي. البيت حلو.
تغيرت يا ابن عمي، تغيرت. اخترينا وفتوهم مع بعض ملايين يا علي، ملايين. عملتوا ايه تاني؟ بعتوني؟ بعتني يا راشد؟ يا الكلام عليك يا عم، يا الكلام يا عم. راشد ده مش بس ابن عمي، ده اخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. راشد يا راشد، مش قلت لك لما اروح للبشع هتنبسط؟ ده انا جايبه لك حته خبر. راشد سابها الدور على حل شعرها. فتون مراتي وحبيبتي اللي ما فيش زيها.
هي تستاهل القتل. ما تخافيش. أنا مش هعمل كده. عارفة ليه؟ عشان أنا بحبك. بحبك بجد. بس أنت برضو تستاهلي القتل. تستاهلي. وهو الراجل لما مراته تغلط لازم يربيها. أنا مش هعمل حاجة. ما تخافيش. سنين السجن شرف اللي مرضتني، حياة اللي ضيعتيها، ده اللي تمنيته. أنا مش هعمل حاجة. أنا بس أخليكي كل ما هتبصي في المراية تفتكري تندمي على كل حاجة اتولدتي. كل غرزة في وشك، كل غرزة في وشك اعتبريها من الدين اللي عليكي، ده اللي تمنيته. Yeah.